السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، اذكروا الله لا إله إلا الله، نصلي على رسول الله، اللهم صلي على سيدنا محمد. يا شباب، قبل لا نبلش أول إشي ندعي لأخواننا وأهلنا في القدس إنه الله ينصرهم ويحميهم. يعني فعليا إني حزين جدا على اللي بصير عم يصير، يعني بس بقول لهم ما تحزنوا فالله معكم، الله المستعان. طيب يا شباب، أنا بالفيديو الماضي قلت لكم يا شباب بدي أشحن بول باس، بتنصحوني ولا لا؟ في ناس قالوا لي اشحنوا. ليش؟ قال لأنه العصا اللي فيها قوية كثير. أنا ما بعرف العصا صراحة. خلونا نشحن هسا نلعب التحدي ونرفع البول باس. لا تنسوا من اللايك واشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين. وليتس جو. هيا شباب، هذا هو البول باس قدامي. يعني انا شايفه كله بسس وما بسس وكلاب. اعزكم الله طبعا. مش عارف، المهم اني احكي لي عصاي قويه. خلينا نشحنها، خلونا نشحنها. جيت ذا بول باس، بده 5 دولار. اشحنوه برجع لكم. وهي يا شباب فتحت البول باس. حلو، يعني اي عصاي مهمه ترى، مش عارف اي عصاي مهمه. بعد يا شباب ما شحنت، خلونا نفوت نلعب هذا التحدي علشان نفوز ونرفع البول باس ومن ثم اخذ الهدايا ونشوف شو هالعصا. تمام، ليتس جو باول جيم باذن الله، غير افوز بسرعه، يعني افوز التحدي كله بسرعه. يلا خلينا نسحب سحبه اسطوريه. والله الطاوله جميله صراحه، فعليا الطاوله جميله. ليش انا حاسه هيك طويله الطاوله؟ والله حاسه طويله غريبه، ولا لانه لونها هيك غريب صح؟ انا هيك حاسس. طيب شو رايكم اسحب الجيم بندات؟ بقدر يا اخي؟ يا عمي انا اسطوره يا زلمه، انا اسطوره يا زلمه. خلينا نجرب تجربه هذا الجيم بس. هذا اول بند وما شاء الله كنت سكرت، الحمد لله، يعني بدايه مبشره. نعطيها اف اي شمال. فوتي 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 فوتي، بس لا تفوتي بالجهة الثانية. تمام، هذا البند الثاني. البند الثالث وين؟ البند الثالث على الأخضر بهذا الشكل. نلعبها بندين بس هيك، رجع خصم بهذا الشكل. حلو، هذا البند قديش؟ مش عارف. المهم ضلنا كم كرة؟ هذول الكرات يعني. لو إنه لعبت الأزرق هون وخففت هيك جبنا الأزرق. مبروك الزبور معلم. بدي العب النهديه تحت الشمال، راح العب هاي الاصفر بدين شباب، تيجي ان شاء الله. بس هيك كفو. ايه ال 12 كيف تجيبها انا؟ يعني مش زابطه معي الا هيك يا شباب، شو اعمل؟ خلاص راح اجيبها هيك وخلص. شفتوا شباب ليش قدام الخصم؟ علشان تضرب بالاحمر وترجع لورا، وفعليا زبطت زي ما قلت انا. وانا جمعي لي بلاك تحت الشمال على فكرة، بس البلاك شمال صعبة والله، صعبة شوي مش كتير بس مو صعبة. يا الله فوزي يا اخي، قسما بالله الوقت راح. يعني ما بعرف. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا رب سكراتش يا اخي، سبحان الله والله العظيم اللي نصيب تستاهل. المهم فزنا اول جيم، اعتبر فزت بندات على الضرب واحد. اللي بعده يا كبير، اللي بعده يا معلم، راح تكون طبشته. حيسحب الجيم، حيسحب الجيم جاكي. معنا جاكي شان، بتحداني جاكي شان يا شباب. يونايتد ستيت بعدين. تعال نقول له ايبك جيم. طبعا يا شباب صار دوري. هذا صاحبنا مفكر انه علق لي على كل اللي انطاك دفع كله اياها للنهدية تاعتي. وقفاج اوه ما فكر، كان سكرج يا زلمه والله العظيم كان سكرج. بس يعني سبحان الله الحظ له دور شباب، والله العظيم الحظ له دور. طلع كيف فكيتها؟ فكيتها خاوه. اجيب السبعه بهذا الشكل اقويه هيك. هذا لا يستحق انه الواحد يلعب معه بند لانه قاعد يعلق لي. ارجع خصم هيك واجيبها بند عيونكم مع انه لا يستحق.
بس هي سحب لحاله. طيب على اللي بعده سريع، على السريع اللي بعده بده سريع. كراون كراني كراوني تاج صح. واو ليفل 767 وهذا الاطار تبعه فوق ال 90 صح. اوه 86 مش فوق ال 90، فوق 86. بلا هذا منو ينام؟ من موروكو، من المغرب، تحياتي للمغرب. انا والله مش منتبه. I'm so sorry. بلا قديش ما شاء الله النسبة عنده 77. يو تعال نقول له ابيك جيم، تعال نقول له ابيك جيم. يا ربي تحداني ابيك جيم، هذا شكله لعيب شب، لعيب لعيب. نقول له ابيك جيم، يا ربي اقبل، يا ربي اقبل، يا ربي اقبل، يا ربي اقبل. شب راح يقبل. اوه قبل قبل. هذا اول بند منه. كفو عليك كفو عليك. شو اسمه؟ نبيل، نبيل نبيل اكس دي. والشاب لعيب. شو عرفني لعيب من الكيدي تبعه؟ مش كيدي عفوا، شو اسمه هي النسبه؟ كيف تجيبها معلق هسه؟ اوه تجيبها نص بواسطة ال 14. كفو. اكمل اكمل اكمل. وحش وحش. لا كنت اعمل له هاي غلط، هاي اللي زي سوبرمان. يلا كفو كاكمل اكمل. لازم يقويها عشان يفكن بتاعته الاربع الاربع. لا غلط، لا يقدم خصم. طب بس يعلق، علق هيك علق. بس ليش شباب؟ هي صحيح نفكها بس علق. معه بندين يمين تحت او هيك. وحش والله وحش، فكرته حلو. يلا نقول له شاهد وتعلم ماي براد. بسم الله. هذا اول بند. تخيلوا يا شباب هسه ابعرها انا. لا تستبعدوا يعني. طيب نجيب التسعة هون ونرجع خصم بهذا الشكل. معي 12 نص، ارجع خصم هيك. بعديها 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 بعديها، بس مش هيك. جي جي. أوه والله بقدر اجيبها صح، بقدر اجيبها فوق. حلو، ارجع خصم بهذا الشكل هيك. هاي جاي ان شاء الله، بس مش كثير مش كثير. الا استكراج. طب خلينا ناخذها نص. عندي بند هيك خفيف لطيف. حلو، راح اجيب البلاك نص. يا رب انه يزبط. بسم الله الرحمن الرحيم. ريلاكس، ارجع خصم بهذا الشكل. يا رب انه يزبط. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا حرام يا حرام يا اخي. قلبي قلبي ولكو قلبي، والله حرام حرامات. كفو، مبين من نسبته يعني شاب بيلعب. حلو، الخمسة ضل شباب والبلاك، البلاك فرديني الإبداع فيها. تيجي يا تيجي. حلو، البلاك كيف؟ كفو عليك يا نبيل، كفو عليك. المهم أشكرك على الجيم، بس والله فعليا جيم حلو. طبعا يا شباب رجعت لكم، وضل لنا جيم واحد، وهيك ان شاء الله تعالى بختم التحدي وليتس جو مع فرصه واحده. معقول اختم التحدي؟ مع اني والله عدت التحدي توقع مرتين او ثلاثه، ناسي ناسي. المهم يعني المهم عدته كثير حتى اقدر اوصل له يعني. تمام، خلونا اسحب الجيم سحبه اسطوريه عن هذا الشخص اسمه ساميت من الهند. شباب بدكم اياه اسحب لكم اياه بندات ولا لا؟ معلم بندات بندات. شو بقدر بندات اول شيء؟ لا 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 صعبه بندات، والله سهله على فكره نفس اللحظه صعبه. لا 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 صعبه يا معلم. راح اخذ الملونات اول شيء، اخذ ال 14 اعمل زي كف ايه. تمام، ليش عملت زي هيك؟ علشان اجيب البلاك عرفت الجيب يعني. فكيت فكيتها، بجيب ال 15. يلا بسم الله. لو جبنا هذا ونخلص منها رجعت خصم بهاي الطريقة عشان اجيب ال 11 فوق شمال. يلا بدي اجرب العصاية حبيبي، يلا يا قلبي.
نجرب العصا كيف قوتها؟ بقولوا لي العصا قوية ومش عارف ايش وجننوني معلم. تعال شو هالعصا الاسطورية هاي، شنو العصا الاسطورية هاي؟ فقلت لحالي خلونا نشحن البول باس. هسه بجيب لي بلاك. شباب اذا بتطلع العصا مو حلوة ماليش دخل، رجعوا لي حق البول باس. طيب اخذنا الصندوق، هسه وين باخذ من الهدايا او البول باس؟ اعطوني هذا العصاي. تمام لستك نروح، يلا خلينا ناخذ العصا. وين العصاي؟ هاي يا شباب بعد ما اخذت الصناديق والمش عارف ايش وكل اشي، صراحة انجعت وانا قاعد بكبس. لازم يحطوا اشي بول باس، يعني كبسة واحدة تجمع كل الهدايا، ضروري انه كل كبسة بواحدة بوحدتها. يعني شو هالذكاء اللي عليكم يا شركة ميني كلب؟ تمام وين العصايات الجداد؟ شوفهم نشوفهم نشوفهم عشان نطورهم. هاي هاي اول وحدة تطويرها 25,000، الثاني حلو عشان راح تتفلل، هاي فعليا راح تتفلل. روح هاي الاخيره شباب، هاي فل مش فل. طيب خلينا نشوف العصايه الثانيه وينها. هاي العصايه الثانيه، طوى كمان مره. تمام بس انا استغربت من هذيك العصاي، يعني شبه على كل هلا انا بدي اجربها مع كل بجيم برلين. تمام خلونا نفوت جيم برلين ونشوف العصات الجديده ونعطيكم تقييم من 10. ايه دوره بس عادي عادي، هسه بنشوف ال والله مبين معلم شكلها اسطوري، مبين شكلها اسطوري. والله شو عليها هي؟ عليها بستين، عليها اي بستين، وحده لونها صفراء وحده لونها رمادي. يا ويلي وفي سمكة، ومن هناك على الشمال آخر شيء في سمكة، حوض سمك. شو كمان في عليها؟ وحاطين بالنص إيدين بسة، ما شاء الله عليكم. هاي العصا شو اسمه يعني هيك متكتكين عليها التكتك، هيك زي واحد يرسم عليها رسم، بسة هون، عين هون، إيد هون. تك 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 على الهاكرات شيلوهم، عم تك عم تك تك على البول باس. طبعا هذا معه العصاية، اوه هي فل. طبعا شباب جايب الخاتم الله اعلم كم مرة، كم مرة والله جايب 21 مرة جايبها علشان يرفع هاي العصا ماكس. جميل زي ما قلت لكم يا شباب، ضايلي قلت لكم رح يطلع لي فرصة، والحمد لله صار لي فرصة. الا اذا هسه يعني والله انه ذكي، اقسم بالله ذكي، بس مش هيك يا حبيبي. دوري معلم، خلوني نجرب العصات الجديدة. يلا بسم الله. أول شيء مبين من بعيد، هيك أنا حاسة مش عارف كيف صراحة، مش ظابطة حاسة، هيك أنا حاسة إحساسي الغريب يقولوا لي. نشوفها بالسبين كيف. بعدها بس أفوز الجيم، بس تشعر بطاقتي هيك داخليا. رجع خصم هيك صغير، اوه حد الان الاسبانيا يعني تمام يعتبر نعمل زي هيك، رجع خصم على الشكل. طيب رجع خصم هيك، اوه سبنها قوي، سبنها قوي شباب، والله سبنها قوي لحد الان، سبنها قوي. هاي اول معلومه يعني، ودام انه السبين قوي معناتها قوي، قال قوي معناتها كمان الباور قوي. شايفين كيف شباب؟ والله روعه. ايه شباب لعينكم هاي بند. يلعب البندات اسطوريه برضو شباب، ما لمست الحيط ابدا. شفتوا شباب البلاك ما لمست الحيط، هي قلنا خصمها قوي، فشو اسمه من بنحاول نكون ايه. لا هيك انت مشطوب يا يسر. والله فكرت انه ما راح تميل، مشطوب
يا زلمك خسرت الجيم. اول تجربه العصا خسرت الجيم. هي قويه العصا هاي وسبينها قوي، بس ولكن محسوبكم مشطوب. لازم اعوضكم بكام شباب؟ لازم اعوضكم بكام؟ يلا بندات. قبل شوي سحبنا سحب عادي صح؟ انا هلا لا راح تكون طب السيحه العب بندات. اوكي يا رب يا رب يا رب ان هاي العصايه جديده اني اسحب فيها جيم بندات. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الطبش فيها. ترى شباب الملصق هذا فاره. كره دير بالك. بس ترى شباب فعليا الجيم فاتح وانا وعدتكم بندات صح؟ بقى منين هاي؟ منين هاي؟ قال رسمه. ترى شباب شلب اجل لكم الله. حاطين الكلب ليش؟ طب ليش؟ خلينا ناخذ اول بند. والله سبينها قوي، سبينها قوي وعلقت. لا ما علقتش. لو اني جبت الخضره فوق يمين وخسارتها اكثر. سبينها قوي وخسارتها اكثر. ما شاء الله ما شاء الله، بدايه خير هاي العصاي. شر عفوا. هيك يا شباب قسمك تاع اليوم، يا رب يكون عجبكم. لا تنسوا من اللايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. كان معكم اخوكم يحيى ودمتم في امان الله. سلام عليكم.